السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايره احوالكم؟ نتمنى اختي ان شاء الله تكونوا كلكم مزيان، ما ناقصكم حتى خير. كي دايره اجواءكم اختي د العطله؟ كي دايرين مع الصاد؟ الحمد لله اختي وخلاص. المهم نهير جديد وفيديو جديد، وكنقولوا اختي الصيف، كنقولوا العطله، كنقولوا اختي العائله والحباب والضيوف. مرحبا اختي بحبابنا اللي كيزورونا في هذه العطله هذه، مرحبا في اي واحد كيتفكرنا وكيجي يزورنا. بطبيعه الحال البنات راه ما كيجي عندنا الا اللي كيبغينا، وما كيزورنا الا اللي كيبغينا. ومرحبا اختي بحبابنا اللي كيعطيونا من وقتهم وكيجي يطلعوا علينا. المهم زبينه ديالي زدت ان شاء الله كنوجد الحويجات اللي غادي نحتاج ان شاء الله باش نستقبل الضيوف ديالنا. الضيوف ديالنا اليوم جايين الكوتي، وقلت غادي نوجد داكشي اللي قسم الله، ماشي ضروري نكلفوا على راسنا، وماشي ضروري اختي نديروا شي حوايج اللي هما اكثر من الجهد ديالنا. نوجدوا داكشي اللي قسم الله ونحطوه ونفرحوا اختي بضيافنا، ما فيها بس. المهم زبينات ديالي هنا، من بعد ما كنت جمعت دويرتي كل حاجه هي هذيك، كل شيء مقادو بطبيعه الحال معاونه انا واختي الحبيبه الله يحفظها ليا. بزاف اللي كتسولوني على فين غبرات، شحال هذه ما بانت معانا في هذا الفيديو، غادي تبان معانا اختي سميره. ان شاء الله تبان معنا في هذا الفيديو اختي وتسلم عليكم. والله الا دارت لي واحد المفاجاه زوينه زوينه بزاف، يخليكم معايا اختي باش نقول لكم شنو هي المفاجاه. والله الا فرحت بزاف بالمفاجاه ديال اختي الله يحفظها ليا. ايوا صافي الزوينات ديالي. المهم نرجعوا للتحضيرات ديالنا. بعد ما جمعت اختي الدار وجدت حتى المعينات اللي غادي نحتاج الحطه ديالنا ديال الكوتي. بطبيعه الحال دائما البنات نوجدوا يعني المعينات، نكونوا عارفين راسنا شنو الحوايج اللي غادي نحطوا في الطاوله ديالنا، ونوجدوا المعينات اللي غادي يناسبونا باش ما نبقاوش غير نجبدوا في المواعن وغير كنرونوا في راسنا. فدائما البنات النظام راه واحد الحاجه اللي هي زوينه زوينه بزاف، كتخليكم تقضيوا هكا الشغالات ديالكم وانتم مرتاحين. ولو كيكونوا جايين عندنا ضيوف ما كنترونوش، خصنا غير نكونوا منظمين، نشوفوا بحال اللي قلت لكم، نكونوا عارفين واحد البروغرام شنو غادي نحطوا شنو غادي نديروا. اهم حاجه دائما ملي يكونوا جايين عندنا ضيوف نقيو البيوت ديالنا، نعطروها، نركزوا على الحمامات، نقادوهم نحطوه هكا سائل ديال تنظيف اليدين، نحطوا الفيطه اللي تكون هكا نقيه، نديرو هكا واحد المعطر اللي يكون كيعطر لنا هكا الحمامات ديالنا، باش هكا كنكونوا عارفين اختي ان هادو هما اهم بلايص كيقدروا انه يوصلوا لهم الضيوف ديالنا. يعني ضروري غيدخلوا للحمام، يغسلوا يديهم، الصالون، تكون اختي ريحه زوينه في البيوت ديالنا، نحطوا طويبله زوينه بحال اللي قلت لكم بداك الشيء اللي قسم الله. انا داك الشيء اللي قسم الله اختي وجدته، ما كلفتش على راسي. المهم انني نفرح بضيوفي اختي ونستقبلهم واحد الاستقبال هكا، وانا فرحانه بهم. صافي بحال اللي شفتوا وجدت الصينيه ديال اتاي، حطيت هكا شويه ديال لي بان سويس، شويه ديال لي شناك، هكا شويه ديال المكسرات، خلاص هكا شويه ديال الحلوه. الحلوه راها كانت عندي ديجا كنت مصاوباها، وكانت باقي عندنا هكا شويه ديال الحلوه، الله يجعل البركه كافيه يا اختي ان شاء الله. المهم اختي اللي موجوده عندي راني قضيت بها، واللي ما موجوداش اختي كومونديتها ماشي مشكل، الحمد لله كل حاجه الخير موجود بحال اللي كنقولوا. والله لو خصوصا ان الضيف يعني اللي جايين عندنا ما كانوش عالمين على تيسع، والله الا علمونا حتى لاخر لحظه انهم غادي يجيو غير بالزربه يديروا معنا الكوتي ويمشيو. وقلت المهم نوجد اختي داكشي اللي قسم الله، المهم اننا نستقبلوا الضيوف ديالنا وحنا فرحانين. راه والله العظيم البنات راه ماشي مهم شنو غادي نحطوا لضيوفنا اولا شنو غادي نوجدوا ليهم، راه اهم حاجه هو من يدخل عندنا الضيف نستقبلوه بابتسامه، الضيف يشوف في عينينا اننا فرحانين به وانه جاي عندنا وحنا باغيينو. اما راه واخا ما عرف شنو نحطو، شتي واخا ما عرف شنو نحطو في الطاولات ديالنا اولا في الماكولات ديالنا، الا ما استقبلكش مول الدار وهكا يعني بالضحكه والابتسامه وتحس به انه باغيك ومرحب بك، والله العظيم ما تحلالك شي حاجه. المهم انا من هاد الناس هادو، راه ماشي ضروري انني مثلا من يكون غادا ضيفه عند العائله ديالي اولا مهم عند صحاباتي مثلا اولا هذا يعني يكلفوا على راسهم وما عرف شنو يحطوا ليا، شي راه نقدروا نجلسوا اختي غير على بريريد اتاي اولا كويس ديال القهوه ونكونوا ضاحكين لبعضياتنا في الوجه، راه هذا هو الاساس وهذا هو الفضل. ونحاولوا دائما البنات ماشي مثلا انا مشيت عند فلان وحطوا حط ليا ما عرف شنو، حتى انا يا اما خصني نحط ليه
بحال داكشي اللي حط ليا ونكلف على راسي الا ما كانش بطبيعه الحال في المستطاع ديالي، اولا انني نتهرب على الضيوف. نحطوا داكشي اللي قدينا عليه واللي قسم الله، راه كل واحد وجهده وكل واحد اختي كيمشي على قد المستطاع ديالو، باش هكا نحاولوا اننا ما نقطعوش صله الرحيم ونبقاو دائما هكا نسولوا في بعضياتنا ونزوروا بعضياتنا، حيت ولينا كنشوفوا بعض المظاهر اللي هي كثيره بزاف ولات كتقلل من صله الرحيم. يا ريت اختي نرجعوا الايام زمان باللي قسم الله كنا كنستقبلوا الضيوف بطبيعه الحال. شوف الى عندك ما فيها بس انك تحطي الضيوف ديالك بحال اللي كنقولوا الحاضره اختي والغيبه، ولكن الا كان ماشي باستطاعتي اللي قسم الله نحطوا الضيوف ديالي. راه اهم حاجه بحال اللي قلت لكم هي من يجيو عندنا الضياف نستقبلوهم وحنا ضاحكين وحنا مبشورين، باش حتى هما كيحسوا باننا باغيهم، ماشي مهم اننا شنو غنحطوا لهم فوق الطبله. المهم الزبينات ديالي هنا قديت هكا حتى شويه البغرير، شويه المسمن البغرير والمسمن البنات، غي كومونديتهم الصراحه من عند واحد السيده، كنت الصراحه خديتهم من عندها مؤخرا وعجبوني صافي، ومشيت خديت من عندها عاوتاني شويه البغرير شويه المسمن. انا غير حاولت نقاد كل حاجه هكا في الطبيصيل ديالها، ولكن راه ملي غادي يدخلوا الضيوف ديالنا ضروري ما غادي نسخن هكا شويه البغرير، نسخن هكا المسمن، قديت هكا ذوبت شويه الزبده مع العسل. المهم هنايا هي كنت كنقاد كل شيء يكون عندي موجود باش انا اختي نمشي نقاد الحاله شويه طبيعه الحال، ماشي نبقاو اختي مقابلين غير الكوزينه الكوزينه الكوزينه، ومن يجيو ضيافنا اختي يلقاونا حالتنا ونستقبلوهم بيجاما ديال الكوزينه. وهذا لا اختي كيف ما كتستقبلي الضيوف ديالك وانت مقاده دويره ومقاده لهم اللي قسم الله، قاده اختي حتى الحاله ما فيها بس. صافي انا وجدت هكا حتى صوينيه ديال العصير، راكم عارفين اختي الحراره ضروري اختي كنبغيو هكا شويه ديال العصير، حتى العصير غادي نرجعو للثلاجة حتى هو باش يبقى هكا بارد. غير قلت هكا باش نصور معاكم كل شيء ان شاء الله، التحضيرات هكا اللي وجدت وصافي ان شاء الله. ودابا اختي غادي نمشيو باش نوجدو حتى ريوسنا. واول حاجه بديت بها اختي هو قلت ندير بعدا هكا قوماج لوجهي باش هكا اختي يرجع لنا شويه ديال الاشراقه والنور شويه فالمهم بالنسبه للقوماج اختي اللي غادي ندير لوجهي، القوماج ديالي اختي ديال لا مارك ديال سيلبيو، صراحه زوين زوين بزاف، كيخلي ليا البشره ديالي نقيه مني كنديرو، كيعطي واحد لابريونس اللي هو زوين بزاف في البشره ديالنا، خصوصا البنات هكا الا كانوا جايين عندكم ضيوف وكنتكونوا هكا باغيين ديروا هكا مكياج لوجهكم اولا لا كنتو معروضين، فزوين زوين البنات. انا بالنسبه لهذا القماش كنديرو مره في السيمانه. المهم بالنسبه للناس اللي مهتمين بالمنتوجات ديال سيلبيو الرقم هو دايز اختي مع الفيديو، اللي تبغي هكا تكوموندي من المنتوجات ديال سيلبيو فعلا منتوجات اللي هي زوينه، وانا بحال اللي كتشوفوا راه ما بقيتش كنستغنى عليها. صافي درت اختي القماش لوجهي، ودائما مني نديرو البنات قماش لوجهنا ما نفرصيوش على البشره ديالنا، حنا كنعرفوا ان القماش كيكون فيه السكر، والسكر الا فرسينا هكا على البشره ديالنا نقدروا اننا نجرحوها، يعني كنديروا حركات دائريه وغير خفيفه وكنبقاو هكا نقوميو في لابو ديالنا. صافي بهذه الطريقه راه كننظفوا البشره ديالنا اختي، وكنحصلوا على واحد لابو اللي كتحسوا بها رطيبه. هذا القماش مع فيه زيت الارغان غني بزاف ديال لي فيتامين، عرفتوا راه كيخلي لنا البشره ديالنا رطيبه. غسلت وجهي بجيل نيتويون نيت ديالي ديال سيلبيو، وقبل اختي غادي نمشي بعدا نضربها بواحد التدويشه عاد ندوز باش نقاد معاكم الحاله. والحمد لله اختي ضربتها بواحد التدويشه، يا سلام تبردت اختي تبردت. صافي دابا اختي دزت باش ندور هكا شويه بالحاله، واول حاجه اختي اول حاجه هي ضروري اننا نضغطيو لابو ديالنا. انا غادي ندير الكريم ايدغاتون ديالي طبيعه الحال اختي الكود كور، شي حاجه اللي كنقولها وكنعاودها ما بقيتش كنستغنى عليه، ما لقيتش اختي شي ترطيب حسن من هذا باش غادي نبدلو، حيت فيه لنا البنات هاد الكريم ميلتي فيتامين زوين بزاف وكيرطب ليا البنات هكا الوجه ديالي عرفتو بواحد الطريقه، يا سلام عرفتي كتبقي تحسي بالبشره ديالك رطيبه رطيبه. كنديرو الوجه كنديرو حتى اليديه رائع البنات فعلا ما بقيتش كنقد نستغنى عليه. وصافي الزوينات ديالي اضغطيت شويه هكا لابو ديالي نخليها شويه غير تشرب ليا هاد لاكريم ايدغاتو، عاد نجلس نقاد شويه وجهي، وغادي نرش بعدا على شعري هاد لوسيون هذا
واعر البنات هاد لوسيون ضد التساقط، كينقص لكم هكا التساقط ديال الشعر، فيه واحد الريحه زوينه البنات، فيه بحال ريحه الازير، مهم فيه ريحه ديال الاعشاب زوين. الا دونتوها البنات كتحسوا بالشعر ديالكم انه ما كيبقاش يتساقط لكم بزاف، كتبدا شويه تخلف لكم هكا الخلفه من القدام. زوين هذا، راه تسالى ليا، راه كنت قلتها لكم وعاود تخديت واحد اخر حيت فيه لان البنات عجبني. المهم غادي ندوز بعدا نرش هكا هاد لوسيون هذا على شعري ونكمل معاكم الزوينات ديالي هانتوما معايا. صافي زوينات ديالي، مكياج خفن زربل يشوي شويه من الحاجه الله يجعل البركه. المهم غير نحيدوا داك الصفوريه وداك العيا باش نبانوا شويه اختي منورين الله يجعل البركه. ايوا صافي اختي، صراحه منتوجات اختي العشق، حاجه زوينه والله العظيم البنات، انا دائما تنشاركها معكم هكا قدامكم يعني على وجهي. حتى هذا زويون كيخلي واحد التزنيقه خفيفه، الا بغيتو تبينو التزنيقه شويه اكثر كتقدروا تزيدوا منه، راه كيزيد يبين لكم هكا الوجهيه ديالكم مزن اكثر. غير باش نحيدو اختي الصفوريه وصافي. ايوا صافي دابا ندوز اختي نبدل عليا ضروري اختي، كيف ما كنقادو طويبله كيف ما كنبغيو دويرتنا تكون نقيه وهذا باش نستقبلوا الضيوف ديالنا، ما فيها بس نقادو اختي حتى شويه الحاله، نلبسوا علينا شي حويجات زوينين. ايوا هادشي اللي كاين زوينات ديالي، يلا انتم معايا انا غنبدل عليا ونشارك معكم اختي حتى شنو غادي نلبس، يلا انتم معايا. وصافي الزوينات ديالي بدلت عليا، شوفوا شكون معايا. السلام عليكم بنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ توحشناكم، شحال هادي ما هضرنا معاكم، راه غير جرى الضياف ومن هنا لهنا هادشي اللي كاين. بزاف ديال البنات تيقولوا لي فين سميره، ما سلمتش علينا، ما هضرتش معانا، راه شحال من مره كتكون معايا في فيديو غير كنكون مثلا كندخل الصوت ولا هذا، وكتكون شحال من مره كتشرحي ملي كنلقى الفيديو فيه صداع ديال الوليدات ولا هذا، كنحاول ندخل لكم صوت ما يكونش فيه صداع. ايوا صافي قلت لها انا غادي نوجد داكشي اللي خصني نوجدو، هي مسكينه كلفتها بالصخره غادي تخرج بالزربه ان شاء الله. يلا الله المعين، يلا البنات تهلاو في ريوسكم، يلا باي. ايوا صافي صافي داكشي اللي وصيتيني صافي اختي، يلا سيري. ايوا صافي الزوينات ديالي، المهم مشيت اختي صيفطت سميره اختي بعدا تسخر ليا، والله الا مسكينه نافعاني كتعاونني موانسه انا وياها، الله يحفظها ليا ويحفظ لكم حتى نتوما العائلات ديالكم. عرفتوا البنات والله الا دارت لي واحد المفاجاه زوينه زوينه بزاف، راه ما تصوروش شحال فرحاتني. تصوروا انها اليوم كانت غاده، الفيديو راه مصور نهار بنهار، والسبت اليوم كانت غاده، ونهار الاربع ملي شافتني بدا كيطلع لي الدم، انا ملي كيقربوا يمشي والله الا كيبدا يطلع لي الدم كيبدا يطيح عليا الطيم سبحان الله العظيم. ومشات مسكينه وبدلات البيي ديال الطياره ودارت لنا اختي واحد المفاجاه، ما تصوروش اختي شحال فرحت بها والله العظيم. غتزيد معنا هاد السيمانه هذا، هضرات مع الخدمه ديالها وداكشي باش يقدروا انهم يزيدوها هاد السويبينه وتزيدها معنا، واخا قال لي راه حنا عارفين انهم غيمشيو غيمشيو غير ما كنسخاوش بهم وصافي. والله الا ملي زادت معايا هاد السيمانه حسيت بواحد الفرحه كبيره كبيره بزاف، الله يحفظها ليا ويحفظ لكم خوتكم والديكم العائلات ديالكم حتى نتوما يا ربي. خصوصا اختي ملي كتكون عندك اختك وحيده وفارقاكم انت وياها الغربه تتكون شويه شويه قاصحه، ولكن الحمد لله هذه هي سنه الحياه، ما عندنا ما نديرو. ايوا صافي الزوينات ديالي، المهم بحال اللي شفتو لبستي عليا غير هاد القنيطره هذه، صراحه هذه جاتني خفيفه كنتحرك بها وانا مرتاحه، شتيو عندها هاد الطريزه هنا بعدين هذا راه ديجا راكم شايفينها واقيله عندي المتتبعات ديالي القدام شحال مره لبستها معاكم. صافي ودرت غير هاد الشال هذا هكا والله يجعل البركه. المهم اختي نتهلاو في الحاله كيف ما كنبغيو نستقبلوا الضيوف ديالنا وديورنا نقيين وما فيها بس اختي اننا حتى نستقبلوهم بحله زوينه، نلبسوا شي حاجه اللي عندنا زوينه داكشي اللي قسم الله. بحال انا هادي دابا راه عندي قديمه، ماشي اختي مشيت شريت ولا هذا، والله الا راه هادي راه عندي تقريبا عليه واحد 3 سنين
هي اختي مصلوحه مقاده ولبسه ونفرح ان شاء الله بضيوفي والله يجعل البركه قدينا شويه الحاله بداكشي اللي موجود عندنا وصافي. ايوا صافي الزوينات ديالي دابا غادي نخليكم باللي غنختم معكم لا فيديو ديالنا اليوم هنايا هنا غادي نقول لكم الزوينات ديالي. السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وافكار جديده.